ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں پوری دنیا کے اندر اس وقت کرونا وائرس کے حوالے سے آفت پھیلی ہوئی ہے، ہر چھوٹا بڑا اس کا شکار ہے اور آفتیں اس قدر ہیں، بیماریاں امراض کی وجہ سے پوری سپر پاور جو طاقتیں وہ بے بس نظر آتی ہیں، میڈیکل سائنس بے بس نظر آتی ہے، سائنس ٹیکنالوجی اس کے ہاتھ پیر پھول گئے ہیں، تو گویا کہ یہ ایسی آفت ہے کہ جو پوری کائنات کی انسانیت کو پریشان کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان و یقین کام کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زماں، آپ کے الفاظ قدسیہ، آپ کی احادیث طیبہ، آپ کی سنن اور آپ کی مستحبات جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا وہ مجموعہ ہے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، اور اس کے مصنف امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، علم و فضل کا اللہ نے ان کو وہ مقام عطا کیا کہ امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں، اور ان کی جو کتاب صحیح بخاری اصل کتب بعد کتاب اللہ کا اعزاز حاصل کر بیٹھی ہے کہ قرآن کریم کے بعد روئے زمین پر اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری کی اور جہاں کتنی کرامتیں ہیں، ان میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ صحیح بخاری کی تلاوت جب کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے آفتیں ہٹا دیتے ہیں، دنیا سے امراض اٹھا لیتے ہیں، دنیا سے تعاون چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ علماء بخارا، علماء سمرقند، علماء ماوراء النہر، ان کا تجربہ ہے، 13 صدیوں سے امت کا تجربہ ہے کہ جب بھی کسی روز زمین پر آفتیں نازل ہوئیں، جب بھی کسی زمین پر جو ہے آسمانی قہر ٹوٹا ہے، تو یہ قرآن، یہ صحیح بخاری شریف کا کہ جب تلاوت کی گئی، اس کا درس دیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت سے دنیا سے ان آفتوں کو دور کر دیا۔ اور ایک عرصے سے میں اہل علم کو یہ درخواست کرتا رہا کہ صحیح بخاری شریف کی تلاوت کریں، یہ کرونا وائرس آیا ہے لہذا صحیح بخاری شریف کی تلاوت مدارس کے اندر ہو، مکاتب میں ہو، مساجد میں ہو، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی جیسے 13 صدیوں سے یہ جو ہے وہ محدثین کا تجربہ ہے کہ یہ بیماریاں سب کی سب اٹھ جاتی ہیں، تو یقیناً آج کرونا وائرس کے حوالے سے جو آفت اتری ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اٹھا لیں گے۔ ظاہر ہے کہ لیکن اب تک اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ جو ہے کوئی ایسا جو ہے وہ نتیجہ سامنے نہیں آیا، تو میں نے خود پھر اس کا اہتمام کیا اور پاکستان کے اندر میں نے 2 علماء کرام کی ذمہ داری لگائی اور وہ علماء کرام اس کی تلاوت کر رہے ہیں، چنانچہ ایک جو ہے حضرت مولانا مفتی صبغت اللہ عدن صاحب اور دوسرے حضرت مولانا قاری رضوان صاحب، یہ دونوں حضرات جو ہے یہ وہاں تلاوت کر رہے ہیں، اور تقریباً جو ہے 500-600 صفحات تک بخاری شریف کی تلاوت ہو چکی ہے، اور وہ جو ہے یہ اس کی جو ہے وہ تلاوت جو ہے رحم ٹی وی کو پر لائیو جو ہے اس کو نشر کیا جائے گا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جب رحم ٹی وی کو پر ان قریب چند دنوں کے اندر جب وہ لائیو آنے لگے تو آپ اپنے گھروں کے اندر جو ہے اس کو لائیو جو ہے آڈیو لگا دیں، ویڈیو لگا دیں، تاکہ اس کی گونج جو ہے بخاری شریف کی تلاوت کی پورے گھر بار کے اندر ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ یہ کرونا وائرس تو کیا کسی قسم کی بھی آفتیں ہوں گی، اس گھر سے، اس دھرتی سے، اس خطے سے اللہ تبارک و تعالی ان آفتوں کو اٹھا لیں گے۔ اس لیے آپ حضرات جو ہے بالکل منتظر رہیں، انشاءاللہ جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ صحیح بخاری شریف کے حوالے سے وہ تلاوتیں مکمل ہو رہی ہیں، تبھی جو ہے انشاءاللہ وہ تلاوت جب ان کی شروع ہو تو آپ حضرات جو ہے ضرور اس کو خود سنیں بھی، اور جو وہ اس کو گھر کے اندر بلند آواز سے لگائیں بھی، اور آگے بھی دوستوں کو شیئر کریں۔ جب پورے عالم کے اندر جگہ جگہ بخاری شریف کی تلاوت جو ہے آپ کے ٹیلی ویژن کے اوپر ہونے لگے گی، آپ کے فون کے اندر ہونے لگے گی، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ کرونا وائرس جی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس طرح کے کتنے بھی وائرس ہیں سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ روئے زمین سے مٹا دیں گے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے دوسرے چینل مفتی منیر احمد اخون آفیشیل کو سبسکرائب کریں، مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب الصوم، یہاں سے امام بخاری صحیح البخاری شریف میں روزوں کے متعلق جتنی احادیث ہیں ان کو ابواب کی شکل ملائے ہیں، اور یہاں سے کتاب الصوم میں روزوں کے متعلق احادیث کی تلاوت کی ابتدا ہو رہی ہے۔
کتاب الصوم و باب وجوب صوم رمضان و قول اللہ تعالی يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبي طلحة عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة فقال الصلوات الخمس الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا فقال أخبر ماذا فرض الله علي من الصيام فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا فقال أخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام فقال والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهم قال صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراق بن مالك حدثه أن عروة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن قريش كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصومه ومن شاء أفطر. باب فضل الصوم. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لبان أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. باب الصوم كفارة. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا جامع عن أبي وائل عن حذيفة قال عمر رضي الله عنه من يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة. قال حذيفة أنا سمعته يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجاره يكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال ليس أسأل عن أنذه إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال إني دون ذلك بابا مغلقا. قال فيفتح أو يكسر. قال يكسر. قال ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. قل لمسروق سله أكان عمر يعلم من الباب فسأله فقال نعم كما يعلم أن دون غد الليلة. باب الريان للصائمين. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا أبو حازم عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غير. فقال يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غير فإذا دخلوا أغلق فإذا فلم يدخل منه أحد. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد بن عن حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أهل من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقال لا تقدم رمضان. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وبه قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثني ليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني ابن أبي أنس مولى التميمين تميميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. باب رؤية الهلال. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتمه فصوموا وإذا رأيتمه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. وقال غيره عن الليث قال حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان. باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم. وبه قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حتى يلقاه جبرائيل وكان جبرائيل يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبرائيل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. باب هل يقول إني صائم إذا شتم. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج أخبرني عطاء عن أبي صالح زياتي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإن له وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف في الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة. وبه قال حدثنا عبدانك عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال بين أنا أمشي مع عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال أبو عبد الله الباءة النكاح. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا.
وقال صلة عن عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم رضي الله عنهم. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فقدروا له. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وخنس الإبهام في الثالثة. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنهم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو القاسم رضي الله عنهم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته فأفطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن صفيج عن عكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم آلي من نسائه شهرا فلما مضى 29 يوما غدا أو راح فقيل له إنك حلفت ألا تدخل شهرا فقال إن الشهر يكون 29 يوما. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله عنهم قال آلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة 29 ليلة ثم نزل فقال يا رسول الله آليت شهرا فقال إن الشهر يكون 29. باب شهر عيد لا ينقصان. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت إسحاق هو ابن سويد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثني مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد الحذاء قال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة. وقال أبو عبد الله وقال أحمد بن حنبل إن نقص رمضان ثم ذو الحجة وإن نقص ذو الحجة ثم تم رمضان. وقال أبو الحسن كان إسحاق بن راهويه يقول لا ينقصان في الفضيلة إن كانت 29 أو 30. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود أسود بن قيس قال حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة 29 ومرة 30. باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجلا كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. باب قول الله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر ولم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لا أعندك طعام؟ قالت لا ولكن أنطلق وأطلب لك. كان يومه يعمل فغلبته عينه فجاءت امرأته فلما رأته قالت خيبة
فلما راته قالت خيبة لك فلما انتصف النهار وشيع عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. باب قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فيه البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا حجاج بن منهل وبه قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود إلى أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. وأبيه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبي عن سهل بن سعد رضي الله عنه وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف وبه قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر. فكان رجال إذا أرادوا صوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض وخيط الأسود وخيط الأسود ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنما يعلي الليل والنهار. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعكم من سحوركم آذان بلال. وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم والقاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن بلال فلا يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. فإن قال القاسم ولم يكن بين آذانهما إلا أن يرقيد وينزل هذا. باب تعجيل السحور. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهم قال كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعتي أن أدرك السحور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب قدركم بين السحور وصلاة الفجر. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قلت كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آية. باب بركة السحور من غير إيجاب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم واصلوا ولم يذكر السحور. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشك عليهم فنهاهم قالوا فإنك تواصل قال لست كهيئتكم إني أظل أطعم وأسقي. وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. باب إذا نوى بالنهار صوما. وقالت أم الدرداء رضي الله عنهم وقالت أم الدرداء رضي الله عنها قال أبو الدرداء يقول عندكم طعام فإن قلنا لا قال فإني صائم يوم هذا وفعله أبو طلحة وأبو هريرة رضي الله وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو لم يصم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل.
باب الصائم يصبح. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال عن مالك عن سمي مولى ابي بكر ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث حارث بن هشام بن هشام بن المغيرة انه سمع ابا بكر بن عبد الرحمن قال جئت انا وابي انا وابي حتى دخلنا على عائشة رضي وام سلمة رضي الله عنها حا. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري اخبرني ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ان اباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة رضي الله عنه أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله لتفرعن بها أبا هريرة رضي الله عنهم ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة وكان لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة إني ذاكر لك أمرا ولولا أن مروان أقسم علي فيه ولم أذكره لك فذكر قول عائشة وأم سلمة رضي الله عنها. فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. فقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر والأول أسند. باب المباشرة للصائم. وقالت عائشة رضي الله عنها يحرم عليها فرجها. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه. وقال ابن عباس رضي الله عنهم إرب حاجة. وقال طاؤوس غير أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء. باب القبلة للصائم. فقال جابر بن زيد أن إن نظر فأمنى يتم صومه. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى. وبه قال حدثنا يحيى بن هشام أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن ابي عبد الله. وبه قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن زينب بنت ام سلمة عن امها رضي الله عنها قالت بينما انا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القميلة اذا حرت فانسللت فاخذت ثياب حيضتي. فقال ما لك أنفستي قلت نعم. فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد وكان يقبلهما وهو صائم. باب اغتسال الصائم. وبلى ابن عمر رضي الله عنهم ثوبا فألقي عليه وهو صائم ودخل الشعبي الحمام وهو صائم. وقال ابن عباس رضي الله عنهم لا بأس أن يتطعم القدر أبي الشيء. وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. وقال ابن مسعود رضي الله عنهم إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. وقال أنس رضي الله عنهم إن لي أبزنا أتقحم فيه وأنا صائم. وكان ابن عمر رضي الله عنه يستاك أولها النهار وآخره. وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب. قيل له طعم. قال والماء له طعم وأنت تمضمض به. ولم يرى أنس رضي الله عنهم الحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح وقال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة أبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان لا يصبح جنوبا من جماع غير احتلام ثم يصومه. ثم دخلنا على أم سلمة رضي الله عنها
فقالت مثل ذلك قال ابو جعفر سالت ابا عبد الله اذا افطر يكفر مثل المجامع قال لا الا قال لا ارى ترى الحديث احاديث لم يقضه وان صام الدهر باب الصائم اذا اكل او شرب ناسيا. وقال عطاء إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس لا يملك رده. وقال الحسن إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. وقال الحسن ومجاهد إن جامع ناس فلا شيء عليه. وبه قال حدثنا عبدان وأخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي فأكل أو وشرب فليتم صومه إنما أطعمه الله وسقاه. باب السواك الرطب واليابس للصائم. ويذكر عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرت بالسواك عند كل بذ ويروي نحوه عن جابر وزيد بن خالد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص صائما من غيره. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقه. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثني زهري عن طه بن يزيد عن عمران قال رأيت عثمان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم غسل اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء ولم يميز بين الصائم وغيره. وقال الحسن لا بأس بالسعوت للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. وقال عطاء إن مضمض ثم أفرغ ما فيه من الماء لا يضيره أن يزدرد ريقه وما بقي فيه ولا يمضع العلق فإن ازدرد ريق العلق لا أقول إنه يفطر ولكنه ينهى عنه. باب إذا جامع في رمضان. وبه قال ويذكر عن إبراهيم رضي الله عن أبي هريرة رضي الله عنه ورفعه من أفطر يوما في رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وبه قال ابن مسعود رضي الله عنهم قال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد يقضي يوما مكانه. وبه قال حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن محمد بن جعفر بن زبير بن العوام عوام بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن زبير أخبره أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه احترق. فقال ما لك؟ قال أصبت أهلي في رمضان فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمقتل يدعى العرق. فقال إن المحترق. قال تصدق بهذا. باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. وبه قال حدثنا عمرو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن
أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه إذا رجل فقال يا رسول الله هلكت قال ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد إطعام 60 مسكين قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك قوت النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المقتل قال إن السائل فقال أنا قال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج وبه قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الآخرة وقع على امرأته في رمضان فقال أتجد ما تحرر رقبة قال لا قال أفتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فتجد ما تطعم 60 مسكينا قال لا قال فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيل قال أطعم هذا عنك قال على أحوج منا وما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا قال فأطعمه أهلك باب الحجامة والقيء للصائم وقال لي يحيى بن صالح وبه قال حدثنا يا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم حكم بن ثوبان سمع أبا هريرة رضي الله عنه أن إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج ويذكر عن إبراهيم رضي الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يفطر والأول أصح وقال ابن عباس وعكرمة رضي الله عنهم الصوم مما دخل وليس مما خرج وكان ابن عمر رضي الله عنه يحتجم وهو صائم ثم تركه فكان يحتجم بالليل واحتجم أبو موسى رضي الله عنه ليلا ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة رضي الله عنهم احتجموا صياما وقال بكير عن أم علقمة كنا نحتجم عند عائشة رضي الله عنها فلا ننهى ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوع أفطر الحاجم والمحجوم وقال لي عياش وبه قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يونس عن الحسن مثله قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ثم قال الله أعلم وبه قال حدثنا معل بن واسن قال حدثنا بوهيب عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال سمعت ثابتا البناني قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنهم أكنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا إلا من أجل الضعف وزاد شبابة وبه قال حدثنا شعبة على أهد النبي صلى الله عليه وسلم باب الصوم في السفر والإفطار وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق الشيباني سمع ابن ابي اوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال للرجل انزل فاجدح لي قال يا رسول الله الشمس قال انزل فاجدح لي قال يا رسول الله الشمس قال انزل فاجدح لي فنزل فجدح له قال فشرب ثم رمى بيده هنا ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم تابعه جرير وأبو بكر بن عياش عن الشيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام وبه قال حدثني عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أص
سرود الصوم وبحا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان حمزة بن عمرو الاسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال ان شئت فصوم وان شئت فافطر باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب بن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس قال أبو عبد الله والكديد ماء بين عصفان وقديد باب وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن إسماعيل بن عبيد الله حدث أن أم الدرداء أن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على الرأس من شدة الحر وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لم لمن ذلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجل قد ظلل عليه فقال ما هذا فقالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعد في الصوم والإفطار وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم باب من أفطر في السفر ليراه الناس وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عصفان ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليريه الناس فأفطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان فكان ابن عباس رضي الله عنه يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر باب وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهم نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر إلى قوله تشكرون فقال ابن نمير وبه قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا ابن أبي ليلى قال حدث أصحاب محمد النبي صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشك عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكين فترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك فنسختها وأن تصوموا خير لكم فأمروا بالصوم وبه قال حدثنا عياش قال حدثنا أبو الأعلى قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنه قرأ فدية طعام مسكين قال هي منسوخة باب متى يقضى قضاء رمضان وقال ابن عباس رضي الله عنه لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى فعدة من أيام أخرى وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان وقال إبراهيم النخعي إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم ير عليه طعاما ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه مرسلا وابن عباس رضي الله عنه أنه يطعم ولم يذكر الله الإطعام إنما قال فعدة من أيام أخرى
وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى عن ابي سلمة قال سمعت عائشه رضي الله عنها تقول كان يكون علي صوم من رمضان فمن استطيع ان اقضي الا في شعبان. قال يحيى شغل من النبي صلى الله عليه او بالنبي صلى الله عليه وسلم. باب الحائض تترك الصوم والصلاه. وقال أبو الزناد إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي فما يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. وبه قال حدثنا ابن أبي حمريم قال أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني زيد عن عياد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضر لم تصلي ولم تصوم فذلك من نقصان دينها. باب من مات وعليه صوم. وقال الحسن إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. وبه قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين. وبه قال حدثنا أبي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله أبي جعفر عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. تابعه ابن وهب عن عمرو ورواه يحيى بن أيوب عن ابن أبي جعفر. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن العمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها. قال نعم. فدين الله أحق أن يقضى. قال سليمان قال الحكم وسلمة ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث قال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهم. يذكر عن أبي خالد الأحمر قال حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم البطيني وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهم قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أختي ماتت. وقال يحيى أبو معاوية حدثنا العمش عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنه قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت. وقال عبيد الله عن سعيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنه قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمي وعليها صوم نذر. قال أبو حريز حدثني عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمي وعليها صوم 15 يوما. باب متى يحل فطر الصائم. وأفطر باب أبو سعيد الخدري رضي الله عنهم حين غاب قرص الشمس. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال سمعت أبي يقول سمعت عاصما ابن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وبه قال حدثنا إسحاق الواسطي. وبه قال حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم فلما غربت الشمس قال لبعض القوم يا فلان قم فجدح لنا. فقال يا رسول الله لو أمسيت قال أنزل فجدح لنا. قال يا رسول الله فلو أمسيت قال أنزل فجدح لنا. قال إن عليك نهارا قال أنزل فجدح لنا. فنزل فجدح لهم فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا رأيتم الليل فقد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. باب يفطر ما تيسر بالماء وغيره. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابن الواحد قال حدثنا الشيباني عن سليمان قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال سيدنا مع النبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فلما غربت الشمس قال انزل فجدح لنا. قال يا رسول الله لو امسيت قال انزل فجدح لنا. قال يا رسول الله ان عليك نهارا قال انزل فجدح لنا. قال فنزل فجدح
فجدح ثم قال إن إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم وأشار بإصبعه قبل المشرق باب تعجيل الإفطار وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن سليمان عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهم قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى ثم قال لرجل أنزل فجدح لنا قال لو انتظرت حتى تمسي قال أنزل فجدح لي إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس وبه قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس قيل لهشام فأمروا بالقضاء قال بد من قضاء وقال معمر سمعت هشام لا أدري الأقضاء أم لا باب صوم الصبيان وقال عمر رضي الله عنهم لنشوان في رمضان ويلك وصبياننا صيام فضربه وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشير بن الفضل قال حدثنا خالد بن زكوان عن الربيع عن ربيع بنت معوذ رضي الله عنهما قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار مع من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار قال أبو عبد الله العهن الصوف باب البصال ومن قال ليس في الليل صيام لقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم وما يكره من التعمق وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن شعبة حدثنا وبه قال حدثني قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا قالوا إنك تواصل قال لست كأحد منكم قال إني أطعم وأسقى أو إني أبيت أطعم وأسقى وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا إنك تواصل قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس عن قال حدثني يزيد بن الهادي عن عبد الله بن خباب عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد رضي الله عنهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال إني لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساكن يسقيني وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال ومحمد قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال ورحمة لهم قالوا إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني قال أبو عبد الله لم يذكر عثمان رحمة اللهم باب التنكيل لمن أكثر الوصال رواه أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عبد اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنهم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم فقال له رجل من المسلمين إنك تواصل يا رسول الله قال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال مرتين قيل إنك تواصل قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فأكلف من الأعمال ما تطيقون
باب الوصال الى السحر وبه قال حدثني ابراهيم بن حمزة قال حدثني ابن ابي حازم عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصل فايكم اراد ان يواصل فليواصل حتى السحر قالوا فانك تواصل يا رسول الله قال لست كهيئتكم اني ابيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني مساقني يسقيني باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم يرى عليه قضاء إذا كان أوفق له وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس قال عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان وأبي الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال قل فإني صائم قال ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال نم فنام ثم ذهب يقوم فقال نم فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصلينا قال له سلمان إن لربك علينا حقا ولنفسك علينا حقا ولأهلك علينا عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان باب صوم شعبان وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيت أكثر صياما منه في شعبان وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى بن سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قالت لما يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله فكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ديم عليه وإن قلت وكان إذا صلى صلاة دوام عليها باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدث أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه قال ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان ويصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حد وبه قال حدثنا محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنهم يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته ولا وقال سليمان عن حميد أنه سأل أنس في الصوم وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو خالد الأحمر قال أخبرنا حميد قال سألت أنس عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته ولا مفطرا إلا رأيته ولا من الليل قائما إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكة ولا عنبرة وأطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم باب حق الضيف في الصوم وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو سلمة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث يعني إن لزوجك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا فقلت ما صوم داود قال نصف الدهر باب حق الجسم في الصوم
وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا اخبرنا الاوزاعي وبه قال حدثني يحيى بن ابي كثير وبه قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن وبه قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله الم اخبر انك تصوم النهار وتقوم الليل فقلت بلى يا رسول الله قال فلا تفعل صم وافطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينيك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن بحسبك أن تصوم وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإذا ذلك صيام الدهر كله فشددت عليه فشدد علي فقلت يا رسول الله إني أجد قوة قال فصم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه قلت وما كان صيام نبي الله صلى الله عليه وسلم داود قال نصف الدهر فقال فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم باب صوم الدهر وبه قال حدثنا مليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب قال ابو سلمة بن عبد الرحمن ان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول والله لا اصومن النهار ولا اقومن الليل ما عشت فقلت له قد قلته بابي انت وامي قال فانك لا تستطيع ذلك قم فافطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثه ايام فان الحسن بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر قلت إني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يومين قلت إني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود وهو أفضل الصيام قلت إني أطيق أفضل من ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك باب حق الأهل في الصوم رواه أبو جحيفة عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال سمعت أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليل فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال لم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي ولا تنام فصم وأفطر وقم ونم فإن لعينك عليك حقا وإن لنفسك وأهلك عليك حقا قال إني لا أقوى لذلك قال فصم صيام داود قال فكيف قال كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان لا يفر إذا لاقي قال من لي بهذه يا نبي الله صلى الله عليه وسلم قال عطاء لا أدري كيف ذكر صيام الأبد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد مرتين باب صوم يوم وإفطار يوم وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المغيرة قال سمعت مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صم من الشهر ثلاثة أيام قال أطيق أكثر من ذلك فما زال حتى قال صم يوما وأفطر يوما قال اقرأ القرآن في كل شهر قال إني أطيق أكثر فما زال حتى قال في ثلاث باب صوم داود عليه الصلاة والسلام وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس المكي رضي وكان قال سمعت أبا العباس المكي وكان شاعر وكان لا يتهم في حديثه قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل فقلت نعم قال إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفحت له النفس لا صام من صام الدهر صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله قلت فإني أطيق أكثر من ذلك قال فصم صوم داود
وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقي. وبه قال حدث إسحاق الواسطي وقال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذائي عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من آدم حشبها ليف فجلس على الأرض واصغرت الوسادة بيني وبينه فقال أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام قال قلت يا رسول الله قال خمسا قلت يا رسول الله قال سبعا قلت يا رسول الله قال تسعا قلت يا رسول الله قال إحدى عشرة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر صوم يوما وأفطر يوما باب صيام البيض ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا أبو الوارد قال حدثنا أبو التياح قال حدثنا أبو عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثني خالد هو ابن الحارث قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن فقال أعيدوا سمنكم في سقاقه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة فدعا لأم سليم وأهل بيتها فقالت أم سليم يا رسول الله إن لي خويصة ما قال ما هي قالت خادمك أنس فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلب مقدم الحجاج البصرة 22 و100. قال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب وبه قال حدثني حميد سميع أنس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الصوم من آخر الشهر. وبه قال حدثنا السلط بن محمد وبه قال حدثنا مهدي عن غيلان حا وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميموم قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل رجلا وعمران يسمع فقال يا أبا فلان أما صمت سرر هذا الشهر قال أظنه قال يعني رمضان قال الرجل لا يا رسول الله قال فإذا أفطرت فصم يومين لم يقل الصلت أظنه يعني رمضان قال وقال ثابت عن مطرف عن عمران رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرر شعبان قال أبو عبد الله وشعبان أصح. باب صوم يوم الجمعة إذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر يعني إذا لم يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن محمد بن عباد قال سألت جابرا رضي الله عنهم أن أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم زاد غير أبي عاصم أن يتفرد بصومه. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي وقال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله وبعده. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة حا وبه قال حدثني محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قتادة عن أبي قيوب رضي الله عنه عن جبيرية بنت الحارث رضي الله عنها
أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمسي فقال أصمت أمسي قالت لا قال أتريدين أن تصومي غدا قالت لا قال فأفطري فقال حماد بن الجعد سمع قتادة حبوا به قال حدثني أبو أيوب أن جبيرية رضي الله عنها رضي الله عنهما حدثته فأمرها فأفطرت. باب هل يخص شيء من الأيام. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن القمة قال قلت لعائشة رضي الله عنها قال هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيء قالت لا كان عمله ديمة وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. باب صوم يوم عرفة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن مالك قال حدثني سالم وقال وبه قال حدثني عمير مولى أم الفضل أن أم الفضل حدثته حا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناس تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت أم الفضل إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان وبه قال حدثني ابن وهب قال أو قرئ عليه أخبرني عمرو بن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون. باب صوم يوم الفطر. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. قال أبو عبد الله وقال ابن عيينة من قال مولى ابن أزهر فقد أصاب من قال مولى عبد الرحمن ابن عوف فقد أصاب. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدث عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوم واحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. باب صوم يوم النحر. وبه قال حدثنا إبراهيم وموسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء قال سمعته يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال ينهى عن صيامين وبيعتين الفطر والنحر والملامسة والمنابذة. وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا معاذ قال أخبرنا ابن عون عن زياد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه فقال رجل نذر أن يصوم يوما أظنه قال اثنين فوافق يوم عيد فقال ابن عمر أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. وبه قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا مشعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنهم قال وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال سمعت 4 من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني قال لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوج أو ذو محرم ولا صوم في يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. باب صيام أيام التشريك. وبه قال وقال لمحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام أخبرني أبي كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام من يأتي
أيام منا وكان أبوه يصومها وبه قال حدثنا محمد بن مسلم وبه قال حدثنا غندل قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنها رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدية وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهم قال الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة فإن لم يجد صوبا فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منها وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مثله وتابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب باب صيام يوم عاشوراء وبه قال حدثنا أبو عاصم عن عمر بن محمد عن سالم بن أبيه رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء إن شاء صام وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال عن مالك عن من شهاب بن عروة عن أبيها أن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في الجاهلية فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود وتصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا أبو أسامة عن أبي عويس عن قيس بن مسلم عن طالب بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم وبه قال حدثنا يزيد هو ابن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل من قام رمضان وبه قال حدثنا يحيى بن بكين قال حدثنا ليث عن عكيل عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة عن ابا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للرمضان من قامه ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وأصغر من خلافة عمر وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد العبد القاري أنه قال خرج مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهم ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا ف إلى المسجد ف
فإذا الناس أوزاغ المتفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثلا. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب. ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر نعم البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون. يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. وبه قال حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب بن عروبة بن زبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وذلك في رمضان. وبه قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثني ليس عن عقيل عن ابن شهاب بن أخبرني عروبة عن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة في جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته. فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه. فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح. فلما خرج الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. وبه قال حدثني إسماعيل قال حدثني خالد عن سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا. فلا تسأل في عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل ليلة القدر. وقول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر إلى آخره. وقال ابن عيينة ما كان في القرآن وما أدراك فقد أعلمه وما قال وما يدريك فإنه لم يعلمه. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه وأيما حفظ من الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه سليمان بن كثير عن الزهري. باب التمس ليلة القدر في السبع الأواخر. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أري رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد رضي الله عنه قال وكان لي صديقا فقال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان فخرج صبيحة عشرين فخطبنا وقال إني أريد ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها فالتمسها في العشر الأواخر في الوتر فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل. فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته.
باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر فيه عن عبادة رضي الله عنهم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وبه قال حدثني إسماعيل بن جعفر قال حدث أبو سهيل عن أبي عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان وبه قال حدثني إبراهيم بن حمزة حدثني وبه قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي كلاهما عن يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة رضي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجابر في رمضان العشر التي في رمضان العشر التي في وسط الشهر فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه ورجع من كان يجابر معه وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله ثم قال كنت أجابر هذه العشرة ثم قد بدأ لي أن أجابر هذه العشر الأواخر فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر وقد رأيتني أسد في ماء وطين فاستهلت السماء تلك الليلة فوقف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 21 فبصرت عيني فنظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طين وماء وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثني يحيى عن حشام أخبرني أبي عن عائشة رضي الله هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التمسوا وبه قال حدثني محمد قال أخبرني عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجابر في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان في رمضان ليلة القدر ما في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى تابعه عبد الوهاب عن أيوب عن خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه التمسوا في 24 وبه قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال وبه قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن أبي مجلز عن إكرمة قال ابن عباس رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في العشر الأواخر هي في تسع يمضين أو في سبع يبقين هي يعني ليلة القدر باب رفع المعرفة ليلة القدر لتلاح الناس وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثني خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهم قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحي رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحي فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة باب العمل في العشر الأواخر من رمضان وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي يعفور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الاعتكاف یہاں سے اعتکاف کے متعلق احادیث مبارکہ جو امام بخاری نے اس بخاری شریف میں جو احادیث مبارکہ بیان فرمائی ہے ان کی تلاوت کی ابتدا ہو رہی ہے ابواب الاعتکاف باب الاعتکاف فی العشر الاواخر والاعتکاف فی المساجد کلها لقوله تعالی ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها
إلى آخر الآية. وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس أن نافعا أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس عن عكيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها فقد رأيتني أسجد في ماء مطير من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسها في كل وتر فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. باب الحائض ترجل المعتكف ومعتكفة. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجابر في المسجد فأرجله وأنا حائض. باب المعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. باب غسل المعتكف. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. باب الاعتكاف ليلا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فأوف بنذرك. باب اعتكاف النساء. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن قال حدثنا يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فكنت أضرب خباء فيصلي الصبح ثم يدخله فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال ما هذا فأخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم آل بر ترون بهن فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال. باب الأخبية في المسجد. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب فقال آل بر تقولون بهن ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشر من شوال. باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد.
وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني علي بن حسين ان صفيه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته انها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الاواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعه ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر الرجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم فإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا باب الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20 وبه قال حدثنا عبد الله بن منير قال سمع حارو بن اسماعيل قال حدثنا علي بن مبارك وبه قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن قال سالت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلت هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليله القدر قال نعم اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على العشر الاوسط من رمضان قال فخرجنا صبيحه 20 قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة 20 فقال إني أرأيت ليلة القدر وإني نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قزعة قال فجاءت سحابة فمطرت وأقيمت الصلاة فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته باب اعتكاف المستحاضة وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن إكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه وبه قال حدثنا عبد سعيد بن عفين قال حدثني ليس قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم وزوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته حاوبي قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي عن حسين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه فرحنا فقال لصفية بنت حجيج لا تعجلي حتى انصرف معك وكان بيتها في دار أسامة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها فلقيه رجلان من الأنصار فنظرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجاز فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم تعاليا إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا باب هل يدرأ المعتكف في عن نفسه وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيك عن ابن شهاب عن علي بن حسين ان صفيه رضي الله عنها اخبرته حا وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يخبر عن علي بن حسين ان صفيه اتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف فلما رجعت مشى معها فأبصره رجل من الأنصار فلما أبصره دعاه فقال تعالى هي صفية بنت حيي وربما قال سفيان هذه صفية فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم قلت لسفيان أتته ليلا قال وهل هو إلا ليلا باب من خرج من اعتكافه عن الصبح
عند الصبح. وبه قال حجر عبد الرحمن بن بشر قال أخبرنا سفيان عن ابن جرير عن سليمان الأحولي قال ابن أبي نجيح عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال سفيان وبه قال حجر محمد بن عمرو قال أبي سلمة عن أبي سعيد قال بعض أن ابن أبي لبيد. وبه قال حدثنا عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط فلما كان صبيحة 20 نقلنا ما تاعنا فآتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه فإني رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين فلما رجع إلى معتكفه بهاجت السماء فمطرنا فوالذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم وكان المسجد عريشا فقال فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين. باب الاعتكاف في شوال. وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا محمد بن فضيل بن غضوان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان فإذا صلى الغداة حل مكانه الذي اعتكف فيه فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها فضربت فيه قبة فسمعت بها حفصة فضربت قبة وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغداة أبصر أربع قبات فقال ما هذا فأخبر خبرهن فقال ما حملهن على هذا آل بر أنزعوها فلا أراها فنزعت ولم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من الشوال. باب من لم يرى على المعتكف صوما. وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن أخيه سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في ليلة في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فاعتكف ليلة. باب إذا نظر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم. وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا موسى عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهم أن عمر نظر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام قال أراه قال ليلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. وبه قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20. باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن وبه قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي وبه قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فاستأذنته عائشة فأذن لها وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فبني لها فقالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه فبصر بالأبنية فقال ما هذا قالوا بناء عائشة وحفصة وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر أردنا بهذا ما أنا بمعتكف فرجع فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال. باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها ينابلها رأسه. ہمارے دوسرے چینل مفتی منیر احمد اخون آفیشیل کو سبسکرائب کریں. مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں. ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں
اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔